لليوم الثالث على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، حيث كثف من تعزيزاته العسكرية ما أدى لدمار كبير في البنية التحتية. وواصل الجيش الإسرائيلي عمليات المداهمة والتفتيش لعشرات المنازل في الضفة تزامنا مع اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين والوحدات الإسرائيلية، وتحديدا في الحي الشرقي من مدينة جنين، حيث هدمت الجرافات الإسرائيلية أجزاء من مسجد خالد بن الوليد. وفي مخيم نور شمس بمدينة طول كرم أدت العمليات العسكرية لدمار كبير في الممتلكات، حيث بدأت أعمال الإغاثة وتقديم المعونات، وتعمل الطواقم المختصة على تأهيل الشوارع والطرقات التي لم تعد صالحة للاستخدام. من جنين ينضم إلينا مراسل الحدث فالح نصير. فالح، أهلا بك معنا. نجمل معك ما خلفته على الأقل حتى اللحظة التوغلات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية. نعم، أبدأ من العملية الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي قبل قليل بقصف مركبة فلسطينية في بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين. لا معلومات أكثر من ذلك حول مصير من هم في داخل المركبة أو عددهم أو من هم، لكن المركبة تفحمت واشتعلت فيها ألسنة اللهب بعد استهدافها بعدة صواريخ إسرائيلية. لكن بطبيعة الحال وبالمحصلة يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية لليوم الثالث على التوالي في مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات بارية دارت حتى ساعات فجر هذا اليوم ما بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، الذي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة بعد انسحابه من مدينة طول كرم ومخيم نور شمس ومدينة طيب جنين. قبل الذهاب إلى هذه التفصيلات فالح، السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي وأحرقها بشكل كامل، هل هذه المرة الأولى خلال الثلاثة أيام يقوم بهذا النوع من الاستهداف؟ الجيش الإسرائيلي ومنذ بداية العملية العسكرية التي أطلقها في شمال الضفة الغربية نفذ عدة غارات وعمليات اغتيال من الجو، استهدف مركبة في اليوم الأول للعملية العسكرية وتحديدا في مخيم الفارعة بمدينة طباس شمال الضفة الغربية. أي أن هذا الأمر ليس بالجديد، بل مؤخرا الجيش الإسرائيلي يعمل لتنفيذ عمليات الاغتيال عن بعد من خلال المسيرات الانقضاضية الانتحارية والهجومية. وبالعودة للأوضاع في مدينة جنين، فإن الأوضاع تبدو صعبة للغاية مع استمرار هذا الحصار الذي دخل يومه الثالث على التوالي، وفي ظل التعزيزات العسكرية والقوات الكبيرة التي دفع بها الجيش الإسرائيلي ومنع الدخول إلى المدينة أو الخروج منها، قيود كبيرة حتى على حركة مركبات الإسعاف والطواقم الطبية، حصار للمشافي، أوضاع إنسانية صعبة وكارثية، وشح في المواد الغذائية وكذلك المياه وحليب الأطفال والأدوية التي يحتاجها المرضى، علاوة على تدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع، قطع الاتصالات بشكل كامل والإنترنت، كذلك ضرب شبكات المياه والصرف الصحي. لكن بالمجمل فإن الوضع يبدو هادئ نسبيا حتى هذه اللحظة، لكن هذا ماذا عن الاشتباكات فالح؟ الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين أين تتركز، وهل ما زالت مستمرة حتى الآن وإن خلفت قتلى في صفوف الطرفين سواء من الجيش الإسرائيلي أم الفلسطينيين؟ حتى ساعات الفجر كانت مستمرة في الحي الشرقي
بمدينة جنين، حيث تقدمت هزات عسكرية إسرائيلية كبيرة إلى تلك المنطقة، وقام الجنود والقوات أيضا بمداهمة المنازل وإجراء عمليات تفتيش، واتخذوا من عدد من البيوت والشقق السكنية نقاط لهم، وأيضا جربت الآليات العسكرية الإسرائيلية أجزاء من مسجد خالد بن الوليد في ذات الحي. سمعنا يعني أصوات اشتباكات متقطعة، وكان هناك أصوات انفجارات واضح أنها لعبوات نزفة محلية الصنع قام المقاتلين الفلسطينيين بتفجيرها مع تقدم القوات الإسرائيلية. الحصيلة النهائية في ما يخص أعداد الضحايا الفلسطينيين لا يوجد معلومة دقيقة، حتى وإن كانت هذه البيانات صادرة عن وزارة الصحة، نظرا لأن الجيش الإسرائيلي قتل عدد من الفلسطينيين في هذه العملية وقام باحتجاز جثامينهم. لذلك هذه الإحصاءات والأعداد لا تدخل على بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ذلك ما يجعل هناك تضارب في الأرقام. أما عن أعداد الإصابات فقد فاقت 40 إصابة منذ اليوم الأول، وعن حالات الاعتقال المسجلة هي حوالي 50 حالة اعتقال، علاوة على مئات حالات الاعتقال والتحقيق الميداني التي كان يخضع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لها لمدة ساعات ثم يطلق سراحهم. عن الجيش الإسرائيلي هناك كما أعلن الجيش إصابة لجندي بجروح متوسطة، وإصابة أيضا لأحد أفراد الشرطة المشاركين في هذه العملية ووصفت بالطفيفة. سنتابع معك خلال نشرتنا المقبلة المزيد من التفصيلات. حتى اللحظة شكرا جزيلا لك من جنين مراسل الحدث فالح نصير. طواقم الدفاع المدني وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تقوم بالدخول لمخيم نور شمس عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل هذا المخيم عقب عملية عسكرية استمرت لأكثر من 40 ساعة. نشاهد الأهالي هنا الآن خرجوا من هذه المنازل، دمار هائل داخل هذا المخيم، هدم لعشرات المنازل الفلسطينية وحرق لعدد كبير من المنازل، تدمير للبنية التحتية وتدمير الآن طواقم الدفاع المدني تقوم بالدخول للمخيم. من رام الله ينضم إلينا الكاتب السياسي والمحلل أنور رجب. سيد أنور صباح الخير، أهلا بك معنا. هل يمكن أن تكون هذه الهدنة الخاصة بتطعيمات شلل الأطفال التي من المرتقب أن تبدأ يوم الأحد بداية لهدن أطول وجديدة؟ صباح الخير لك روناك ولكافة المشاهدين. يعني من الواضح أنه حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي وقاطع بأنه هذه الحملة ستبدأ. عمليا هناك تعهد مبدئي من قبل إسرائيل كما صرحت منظمة الصحة العالمية بتنفيذ هدن إنسانية مؤقتة تسمح بتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، وكما أشرت المتوقع أن تبدأ يوم الأحد في عدة مناطق إنسانية تبدأ من المنطقة الوسطى في قطاع غزة لمدة 3 أيام، ومن ثم تنتقل إلى الجنوب والشمال. ولكن كما أشرت حتى الآن لا يمكن الركون بأنه سيتم تنفيذ هذه الحملة، فكما تعودنا من نتنياهو وحكومته المماطلة والمراوغة والتهرب من أي استحقاقات لها علاقة بالوضع الإنساني في قطاع غزة. أما فيما يتعلق بمسألة أنها قد تكون يعني فرصة أو مقدمة لإعلان وقف إطلاق نار شامل في القطاع، أنا لا أعتقد أن المسألة هذه حتى لو تمت ستقود إلى وقف إطلاق نار شامل، حيث أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تؤكد عكس ذلك. فتعيين قائد عسكري لقطاع غزة من قبل جيش الاحتلال وتوسيع منطقة نتساريم وإنشاء بنية تحتية للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة وإصرار الحكومة الإسرائيلية، وقد اتخذ المجلس الوزاري المصغر قرارا يقضي بالبقاء في محور فيلادلفيا، وهو أحد القضايا الأساسية والرئيسية التي تحول دون إتمام هذه الصفقة. وبالتالي لا أعتقد أنه هناك مؤشرات
تقود إلى التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار في القطاع. طيب، إن نفذت هذه الهدنة هناك مخاوف من خرق إسرائيل لها، لكن ماذا إن لم تنفذ هذه الهدنة؟ ما على الأمم المتحدة أن تفعل هذه المرة سيد أنور؟ هل بيدها شيء لتضغط أكثر؟ ونحن نتحدث عن ملف إنساني حساس يخص أطفال وجيل كامل في قطاع غزة. يعني نحن نتحدث عن 640 طفل فلسطيني يحتاجون إلى التطعيم من سن يوم إلى 10 أعوام، وهذا يعني كارثة إنسانية أخرى. واسمحي لي أن أشير هنا إلى أن هذه الأمراض لم تكن لتظهر ولتنتشر لولا توفر بيئة تسمح بظهورها. نحن نتحدث عن سوء تغذية، عن نقص في المياه، بالعكس هناك استخدام المياه الملوثة، نقص في الرعاية الطبية وغيره من المشاكل الأخرى. وبالتالي معالجة أسباب ظهور هذه الأمراض أولى من الحديث حول يعني مراكمة أو متابعة بعض الأمراض التي تظهر هنا وهناك، لأنه عمليا ليس شأن الأطفال المسألة الوحيدة، هناك سوء التغذية أيضا ينتشر في صف الأطفال. ولكن مسألة أنه ماذا تعمل الولايات المتحدة، نحن على مدار 10 شهور هناك معاناة من كارثة إنسانية حقيقية لم يشهدها التاريخ المعاصر، وعلى مدار 10 شهور صادرت هناك قرارات وإجراءات من مجلس الأمن والجمعية العامة ومناشدات ومطالبات، وحكومة نتنياهو تضرب بعرض الحائط كل هذه القرارات ولا تستجيب لا لمناشدات ولا لمطالبات حتى من قبل الداخل الإسرائيلي. يعني في عملية التصويت على قرار البقاء في محور فيلادلفيا، وزير الدفاع عارض اتخاذ مثل هذا القرار. وبالتالي ما أقصده هنا أنه المطلوب الآن والجهة الوحيدة القادرة على إلزام إسرائيل والضغط على إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، وللأسف نحن لا نشهد حتى الآن ضغطا جديا وحقيقيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإلزام إسرائيل ولو بالحد الأدنى بتنفيذ إجراءات من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. طيب، الأمم المتحدة أعلنت أن الجيش الإسرائيلي وافق بشكل مبدئي على هذه الهدنة لمدة 3 أيام، ما الذي حدا برأيك أن يوافق الجيش الإسرائيلي بمعنى نتنياهو على هذه الهدنة تحديدا ولو بشكل مبدئي حتى اللحظة سيد أنور؟ نعم صحيح، هذه جزء من الدعاية التي وحملة البروباغندا الإعلامية التي يقودها نتنياهو ويجيدها نتنياهو من أجل الحديث أنه إسرائيل تقوم بإجراءات لتخفيف معاناة الناس وسيستثمرها إذا ما حدثت. وقبل أن تحدث بدأ نتنياهو باستثمارها وتوظيفها في اتجاهات مختلفة، وباعتقادي أنه عفوا هذه المسألة لو تمت سيستخدمها نتنياهو ويوظفها أيضا في إعاقة وعرقلة لتنفيذ خطوات أخرى تحت بند أنه هو مرن ويراعي ظروف الناس ويراعي التخفيف من معاناتهم، ولكن هذه فقط للدعاية والإعلام ليس أكثر. شكرا جزيلا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب.